طيب نحاول ل 14 بسرعة عشان الناس بدون ذكر أسماء ما يقطعوش وشهم. A rectangular coil of length 6 سنتيمتر يبقى 0.06 متر. بنحول الأول and the breadth، البريدث اللي هو الويت اللي هو 4 سنتيمتر يعني 0.04 متر. The number of turns 400 turns. It was vertically and free suspended such that the two long sides are vertical in a field of flux density 4 Tesla. وهلاقي في آخر المسألة خالص بيقول لي given that the intensity of the current passing ب 8 أمبير. مين قال 400؟ عم 200 اهو يا بنتي. في ايه بقى انت عشان قعدت بعيد مش شايفه ولا؟ طيب عايز في ايه؟ بيقول لي لو الفريم بتاع الكويل بربنديكولار للفلكس عايز التورك. التورك هيبقى ايكوال الرول بتاعها ايه؟ زد اي ار او عشان بربنديكولار للفلكس صح؟ ما دام بيربنديكولار للفلكس يبقى كده التورك بزيرو. طيب في بي الرول بي اي اي ان على طول البي اللي هي 4 الكرنت بكام؟ الكرنت ب 8 الاريا 0.06 تايمز 0.04 اللي هي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 وات ايفر تايمز النمبر اوف تيرنز اللي هي 200. هنشوفها كام نيوتن دوت متر؟ كام؟ كام؟ 15.36 كده صح؟ ماشي. سي في سي بيقول لي عايز لو البلين بتاع كويز ميكس انجل اوف 60 ديجري وذ ذا فلكس. المفروض 60 ديجري وذ ذا فلكس يبقى كده التورك هيبقى equal B I A N sin theta. B I A N كلها هي التورك الماكسيمم جبناها بكام؟ 15.36 في sin الثيتا بكام؟ ليه مش 60؟ لأن أنا المفروض في الكويل باخد الأنجل ما بين الكويل والنورمال للفيلد صح؟ أو ما بين النورمال للكويل والفيلد. هنا قال لي ما بين الفريم بتاع الكويل والفيلد على طول يبقى لازم أعمل إيه؟ 90 ماينس. فيها مشكلة؟ تمام هنشوفها بكام؟ هنحسبها هتطلع نيوتن دوت متر.